حازم عارف ايه في الدوري المصري؟ ودي المشكله اللي بتواجه المدربين اللي هم عندهم نولج عالي، عندهم احيانا اللعيب ما بينفذلكش اللي في دماغه. لا، ان هو اللعيب لما بتديله داتا او بتديله معلومات اكتر من اللازم بيفك منك. يعني اللعيب المصري لازم تديله معلومات بسيطه جدا وبيزكس. النهارده نجاح عماد النحاس في الدوري المصري ايه؟ ان واحد 1 بلس 1 بيساوي 2، واحنا بنبدا الهجمه الاثنين لعيبه الدايره هيعلقوا عشان خاطر لو لعبنا الكره الطويله ناخد الثانيه بتاع فكره. فكرتين المدرب طارق العشري اللي نجح في الدوري المصري ليه؟ لان هو مدرب صاحب فكره او فكرتين. الفكرتين دول اللعيب المصري معظم لعيبه الدوري المصري 80% منهم لو اديته الفكره الثالثه هينسى الثانيه والاولانيه. تفهمنا عايز عازم ولا لا؟ بالذات اللعيبه اللي متاسسه بالشكل ده. فهو النهارده رضا عبد العال جه النهارده اصطدم بالواقع، لا ده الراجل عندي افكار وبتاع. انا عايز اقول لك حاجه، مؤمن سليمان مثلا مدرب كويس جدا وعنده نولج وعنده وبيقرا كتير جدا وكل حاجه، لكن بيجي في وقت من الاوقات مثلا هو عايز ان هو يدي اللعيبه معلومات كتيره جدا، فبيلاقي الحاجات الاساسيه اللي هو اداها لهم هم وقعوا منها فيها. فاهمني؟ فدي نقطه. هو اصطدم بالواقع بتاع 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 لعيبه الدوري المصري.